السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الوصفة ديال اليوم غادي تكون عبارة عن جيكو دانيو وفوغ، كيجي رائع. واهم من هادشي كامل انه كيجي طبق صحي. كنتمنى ان الوصفة ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتكملوا لا فيديو حتى الاخر. وفرجة ممتعة. ودابا غادي ندوزو الطريقة ديال التحضير. غادي نحتاجو الجيكو وكذلك البصلة ومطيشة وجوج دروسات ديال الثومة وجوج ورق ديال سيدنا موسى وكذلك زيتر ومعلقة ديال الزبدة. وإلا كان متوفر عندكم خيزو تا هو ديروه، أنا ما كانش متوفر عندي. وغادي نديرو دابا المقلة ديالنا كتسخن مع شوية ديال الزيت باش نقليو داك الجيكو ديالنا. وضروري البنات تقليوه مزيان لجميع الجوانب حتى يتحمر لنا وياخذ داك اللون الذهبي. من بعد ما قليناه كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي محمر. وغادي نزيدو عليه القليل من الملح والبزار ودابا غادي نجيبو المول ديالنا اللي يدخل الفران وغادي نحطو فيه ديك البصيله وغادي نزيدو عليه مطيشه. وبطبيعه الحال كيف ما سبق لي وقلت لكم في لا فيديو، الا كان عندكم خزو حتى هو ديروه. وهكذا كتصبح لا غارنيتور ديالنا موجوده. بطبيعة الحال ما غاديش نساو مليحة وبزيرة. ودابا غادي نحطو لو جيكو ديالنا كيف ما كتشوفوا. هنا عندي جوج دريسات ديال الثومه وجوج ورق ديال سيدنا موسى. ودابا غادي نديرو الزعتره ديالنا، الا كانت بالعواد ديروها، الا ما كانتش تقدروا ديرو بنفس الطريقه كيف ما درت انا هنايا دابا. وغادي نضيفو عليها قطع من الزبده، غادي نحطو فوق لو جيكو ديالنا وما غنضيفو لا زيت لا ما، وهو البلا ديالنا واجد. وبطبيعة الحال يكون الفران ديجا مسخن على درجة الحرارة عالية. من بعد ما وجد لي لو جيكو كيجي على هذا الشكل هذا. كيجي رائع. وغادي نجيبو طبيصير فاش غنحطو الجيكو ديالنا وغادي نغطيوه مزيان حتى يرجع عليه الصاد ديالو كيف ما كتشوفوا معايا. على ما نكمل الطياب ديال الكارنيتور ديالي وهانتوما معايا.
ودابا غادي نرجع الكارنيتور ديالي للفران. من بعد ما تحرات لي مزيان كيف ما كتشوف غادي نخويها في كاسرونه من بعد ما حطيت الكارنيتور ديالي في كاسرونه كيف ما كتشوفوا غادي نضيف عليها كاس ديال الماء وغادي نخليها تطبخ مزيان حتى كتولي على هذا الشكل هذا وغادي نصفيها وهكذا كنحصلوا على لاصوص ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا من بعد ما صفينا لاصوص ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا ودابا غادي نردوها طيب عاود من بعد ما غنضيفوا ليها نص كاس ديال الماء فيه معلقه كبيره مع مرش ديال المايزينا وكيف ما كتشوفوا معايا هالوجيغو ديالي واجد كيجي رائع ومحمر ودابا غادي نحيدو له داك الخيط ديالو وبطبيعه الحال انا غنرافقو بالخضيره وانتم تقدروا ديروا اي حاجه متوفره عندكم ماشي ضروري انكم ديروا نفس الخضره وبنفس الكميه يعني تقدروا ديروا الشيفرول تقدروا ديروا اي نوع ديال الخضره انتم كتفضلوا كيف ما كتشوفوا معايا انا اليوم غادي نرافقو باللوبيا خيزو قرعه بطاطا بروكولي ولي طوماط سوغيز من بعد ما قطعت لوجيكو ديالي كيجي على هذا الشكل هذا قطعته رقيق كيف ما كتشوفوا وضروري البنات يكون الداخل ديالو غوزي على هذا الشكل هذا كيجي رائع غادي ندريسيو لو بلا ديالنا اجي نحطو اللوبيا خيزو قريعه الخضره اللي غنرافقو بها لو بلا No.
ومن بعد ما وجدتنا لاصوص ديالنا وقدات كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رائعه وبنينه البنات، صدقوني انها كتجي اكثر من رائعه، وجربوها ما غاديش تندموا. ودابا غادي نحطوا لاصوص ديالنا فوق الشرائح ديال لو جيكو بهذه الطريقه هذه. وبطبيعة الحال ما نساوش رشيشة ديال القزبر المعدنوس من الفوق. وهالو بلا ديالي واجد. كنتمنى ان الوصفة ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنساوش الى عجبكم المحتوى القناة ديالي ديروا لايك والاشتراك وتفعلوا الجرس باش يبقى يصلكم كل جديد.